السيمبوزيوم ده بنجيب بيه فنانين عالميين مع الفنانين المصريين، كل الناس دي كلها بتيجي بتبدأ تحكي عن الفن المصري ما بتسافر بلادها، وفنانين عالميين بيتصلوا بينا دايما ان احنا سيمبوزيوم مدينتي دوت بقى دلوقتي متسجل عالميا، كل سنة بيتصلوا بينا فنانين وعايزين يشتركوا معانا في السيمبوزيوم من كتر النجاح اللي هو اللي محققه. Also very beautiful place, which I expected more than beautiful. Thank you for hospitality for everybody which work with us. They help us from college, from the company. Every people very kind and helpful for us. It was a very nice symposium. For me, it's the second time that I come to Madinati. I was in the first edition of this symposium 2008. And when I was here, everything was desert and the house are just built. Now I see a very beautiful city and work in a good location. Symposium Madinati بيميز المكان نفسه. يعني المدينة اللي معمول فيها symposium. أنا أول مرة أشوف يعني مثلا مدينة تعمل سمبوزيوم عشان تتوزع الأعمال في المدينة نفسها، دي تجربة خاصة بمدينتي يعني مش موجودة في أي مكان.